محكمة في الحصيمة شمال المغرب بسجن 25 متهما لمدة 18 شهرا مع النفاذ على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية التي تهز الريف شمال المملكة منذ أشهر، كما أعلن محامي الدفاع عن المتهمين أحكام رد عليها السكان بالمزيد من الاحتجاج. سيجيم كل سنة عاد جموح أريم كل سنة مولاي محمد سيجيت مسن إيديا دايت مسن عمر خال خيزم سيجيم غناس النميدر أريم غناس النريف سيجي وبسمي البتوي وليون يا دين المدين يا مقار لا الغدر ذيل ثمرا يا مسن غيب ردايا لتسوتين تكيا غين برغيفين
يتافوس يفوس ديام يا الوقاق يا إزاي وقال أبو التايات مفوقك.